صلاتنا. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت العزيز الوهاب. أيها الإخوة في الله، والرفاق في حب أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أنا رمي خليلي بسبع، بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لقمة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. في هذه الوصية أيها الإخوة في الله، نرى أن أول شيء أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، أوصاه بحب المساكين والدنو منهم، أن يكون منشغلا بهم وبمعاملتهم وإصلاح شؤونهم وتفقد أحوالهم وتلبية حاجاتهم. هكذا كان حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفقراء والمساكين، بل صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل أمره في المنام ورؤيا الأنبياء حقا، قال له: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. ثم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية الحديث: إنها حق فادرسوها وتعلموها. وروى البيهقي بسند صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لماذا الوصية أيها الإخوة في الله بحب المساكين بالذات؟ لأن حبهم هو أصل الحب في الله تعالى، لأنهم لا يملكون شيئا من حطام الدنيا نحبهم لأجله، من مال ومنصب وغير ذلك من هذه الأشياء التي يحب أهل الدنيا بعضهم بعضا بسببها، فهم لا يمتلكون هذه الأشياء التي توجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله. والحب في الله أيها الإخوة في الله من أوثق عرى الإيمان. روى ابن ماجه في سننه عن سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء الأورع المحابس التميمي وعيينة بن حصن، فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في أناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوا هؤلاء الضعفاء حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقروه، فأتوا إليه فخلوا به وقالوا: يا رسول الله، إن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب نأتي، فنستحي أن ترانا العرب مع هذه المعبد أو هذه هؤلاء العبيد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فررنا
تعرض معهم إن شئت، ولا يزالون يتكلمون، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إليهم، حتى نزل جبريل من عند رب العزة جل وعلا بهذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال قول الله سبحانه وتعالى: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه. هكذا ايها الاخوه في الله، انتصر الله عز وجل لعباده من الضعفاء والمساكين، واوصل بهم حبيبه صلى الله عليه واله وسلم. ولما مرضت المراه المسكينه، تلك المراه التي كان لها في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة ومكانة، أخبره الصحابة بمرضها، فذهب يعودها لأنه كان يعود المرضى من المساكين. ولما أحس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنو أجلها، قال لأصحابه: إذا ماتت فآهروني، أي فأهجروني. فماتت المرأة في ليلة من الليالي، فخرج الناس بجنازتها، وكرهوا إقامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح الصباح وعلم بوفاتها، قال لأصحابه: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نؤذنك. فخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبرها، وذهب إليها هو وأصحابه حتى صف للناس على قبرها، ثم كبر أربع تكبيرات. هكذا كان جبر خاطر الأمة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأحيان، بل وحتى للمنتقلين. وهكذا كانت أخلاق أهل بيت النبوة، أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين تعلموا منه العلم وشربوا منه الاخلاق. فها هو الغراب المطمره يصل امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قائلا: فان تبسم علي فعن اللؤلؤ النظيم، يعظم اهل الدين ويحب المساكين. ولنعلم جميعا ايها الاخوه في الله اننا كلنا مساكين على باب الله عز وجل، نرفع ايدينا اليه. بل كان بدعاء امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، انه كان يدعو ربه عز وجل قائلا: اللهم اني اسالك مساله المسكين المستقيم، وابتغي اليك ابتغاء البائس الفقير. فيا رب تقبل منا يا مولانا، انك انت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، انك انت نعم المولى ونعم المجيب. وصل اللهم على سيدنا محمد واله الطيبين الاطهار وصحبه الابرار، وسلم يا رب تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.